السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته. منذ أسبوع كنت أحاول أن أغير النمط الذي أنشر به آرائي وأفكاري، ولكن في هذا الفيديو القصير سأحاول أن أكون إيجابي. حاولت كثيرا لكن بصراحة ما قدرت أنه أتحدث عن شيء اسمه فوائد الأديان البشرية وهل أنها قدمت شيء مفيد للبشرية. أنا حاولت كثيرا بصراحة لكن لم أجد شيء نافع لها، وخاصة في عصرنا الحالي. لا دائما كان وجود الأديان والعقائد سبب رئيسي لتدهور الأمم وتخلفها، وهذا أمر لا يحتاج لا يحتاج برهان. كل إحنا نشاهد ما يحدث، البعض فقط يحاول أن يبرئ الدين من هذا الأمر لأنه متعاطف معه ولا يستطيع تخيل أن يحيا بدون وجود هذه الأديان وهذه العادات اللي تعود عليها منذ نشأته، وحتى الناس كلها يعني تعيش وتمون وتولد داخل حظيرة الدين أو داخل رحم الدين، وما تقدر بعد ذلك أن تعيش بطريقة مختلفة عن الطريقة اللي هي عايشة بها. هذا شيء مفهوم، لكن علينا أن ندرك بأن المسألة لم تعد قابلة للاستمرار لأنها ستمس مصالح الناس، وسيحاسبنا أولادنا وأحفادنا على رفضنا لأن نكون أبناء هذا العصر وأبناء قيمه وتقاليده، أو نطورها أو نحاول أن نتفهم وجود حقائق قيم لا نستطيع أن نتجاوزها، مثل قيمة الحرية، حرية الناس، قيمة الإنسانية، مثلا قيم احترام الآخرين، احترام خصوصياتهم، احترام خياراتهم، احترام قدر مثلا ابسط شيء واحد يريد يتخلى عن الدين او لا يصبح متدينا او لا يؤدي فريضه دينيه تعتبرها انت مقدسه بالنسبه لك. هذه مساله القداسه في العلاقات بين الناس يجب يفترض، مو يجب هي راح تصير هكذا شئنا ما بينا، وعلينا من الان بصاعدا أن نتحملها ونتقبلها، وإلا ما راح نتقدم وراح تبقى بيناتنا صراعات لا نهاية لها فقط لأنني أقول بأن عقيدتي أفضل من عقيدتك، أو أنك يجب أن تسير على المسطرة الدينية كما يجب، وإلا فأنت إما كافر أو شخص مرفوض أو يتم طردك خارج الحظيرة أو خارج إطار الجماعة. صراحة حاولت أن أكتب عن فوائد الأديان البشرية ما لقيت، خاصة في عصر هذا. ربما قديما كانت الأديان لها فوائد، مثلا ممكن نقول بأنها كانت لها توحد أمر الجماعة وتسوي نوع من التماسك، تماسك القطيع أو الجماعة ضد الجماعات الأخرى، وهذا هو اللي أدى بالتالي لأن تكون الأديان في عصرنا الحالي محملة بهذا الإرث التاريخي القديم إلها، وما زالت يظن القائمون على هذه الأديان بأن الأمر قابل للاستمرار بالطريقة القديمة نفسها، وهذا كما أثبتت الأحداث أمر لا يمكن استمراره، وكما نشوف واقعنا الحالي كعرب وكمسلمين، بلداننا الوحيدة بالعالم اللي ما لا تقدم شيئا لهذا العالم، إحنا موجودين داخل العالم ولا نقدم شيئا لهذا العالم، لا لسنا بمشاركين بهذا العالم بأي شكل من الأشكال. ربما أكو أفراد من عندنا عايشين بالدول الغربية أو عايشين بالدول المتقدمة وقدموا أشياء، لكنهم لا يحسبون علينا، يحسبون على ذلك لأنهم أبناء ذلك الوسط الذي ولدوا وتربوا أو تعلموا فيه. حتى ما أطول أقول أتساءل، أنا ما أدري، يجوز أكو واحد مثلا يقول لا الدين قدم فوائد نفسية مثلا، ما أقول لا ما يخالف، فوائد نفسية كيف؟ بالعكس الناس، أنا أشوف أن الفوائد النفسية أنه الناس متوترين على طوال الوقت، يستاءون من أي شيء، حتى أن الكلام الآن هذا يسبب استياء ويخلي عدم المتدين يجعله ينفعل. لماذا ينفعل؟ ويستمع إلى أفكار، أنا أطرح أفكارها، لماذا ينفع؟ هذا الدليل على أنه لا يساعد على تهدئة الناس وتوفير نوع من الراحة والطمأنينة داخلهم. هذه الأديان الموجودة تشيع التوتر وتحاول أن تقاول بجميع ضمن مناخها، هذه أيضا واحدة من المضار الدين الموجود أو الشائع
هذه أشياء لازم نناقشها، إحنا نتجنب مناقشة، لابد أن نناقشها ولابد أن نواجهها، وبحيث نوصل بعد ذلك إلى حياة وواقع أجمل وأهدأ، بحيث كل إنسان يبدي يتفرغ لتنمية طاقاته وتنمية قدراته، وبحيث يعني ممكن هاي الطاقات يصير بها أفق للتعاون أكبر، بغض النظر عن أنا شنو اللي أصدق به أو أؤمن به أو أنت تؤمن به، نلتقي مع بعضنا بالمشترك الإنساني العام اللي إلى محددات معروفة، يعني إحنا نضعها فيما بيننا، كل واحد يحترم خصوصيات الآخر وعقائده وأفكاره، وما يدخل بها أصلا ما تعني المسألة، وبالنتيجة كلها إحنا بالوفق المفهوم الديني كلها راح نحاسب كأفراد منفصلين، فأنت إذا أخطأت أنا ما راح أتحمل خطأك، وهكذا الأمر بسيط. بس أنا ما يحتاج العقد، رجال الدين هم اللي يعقدونه ويسوونه معقد، لأن هذا راح يضر مصالحهم ويتلم من سلطتهم على الناس وتحكمهم بإراداتهم وتحكمهم بكل شيء فيما يتعلق بهم. اللي حتى الفقرة اللي أساسية اللي أقولها الآن إنه إحنا الدين ما بي فوائد حاليا لن ينفعنا، ينفعنا على مستوى انه يقدم اقرار على مساله الموت، ربما ان يجيبنا على سؤال الموت والاخره وما الى ذلك والالتزام الاخلاقي، لكن اكثر من هذا ما داعي تطلع للشارع انت ماخذ دينك وياك وتحاول ان تظهر على الجميع. لا يحتاج ان يكون اداه الفخر والتفاخر وللمغالبه مع الاخرين والمنابزه ما نحتاج، احنا نحتاج الان ان نعيش بطريقه صحيحه، كل واحد ياخذ حقه، يعيش في سكن مناسب، ادى عمل جيد، ادى وظيفه جيده، ادى وسائل الحياه البسيطه الاساسيه اللي يمارسها، فهذا الدين ما تحتاجه، ما يحتاج الدين الان ما يقدم لك هذه الخدمات. الدين لم يوجد لكي يقدم لك خدمات، لهذا السبب نشوف عندما يوجد اينما تجد الدين مهم في منطقه محدده تجد الجهل والتخلف موجود. لماذا؟ لان رجل الدين وظيفته مو نشر العلم والمعرفة، بالعكس وظيفته نشر الدين ويحاول أن كل الأتباع يقدمون الطاعة ولا والطاعة لرجل الدين أو ولي الأمر كما يسمونه، وأولا وأخيرا بغض النظر عن إرادة هذا الإنسان ورغباته. هنا القضية الأساسية، رجل الدين موجود لكي يسلب روح الإنسان ويقولبها بقالب ديني، هذا القالب هو اللي بعد ذلك يحتاج رجل الدين. عندما أنت تكون متفرد وإنسان منفرد فما يحتاجك، ما راح يحصل منك شيء، راح يرفضك ويقول لك أنت كافر ولا تستمع لكلام الله ويعتبر أنه أنت خارج إرادة الله. هذا هو اللي خلانا ننتشر ونصير طوائف وملل ونحل وننتشر ونكره بعضنا البعض ونكره وجود إنسان منفرد ومستقل ولديه إرادة حرة. شكرا جزيلا، وأتمنى أن أسمع آراءكم. مع السلامة.